بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والعشرون. ثلاثة كتب. ثلاثة عدد كتب معدود فقط، أو تقول ثلاثة خبر ومبتداؤه محذوف. التقدير: هذه ثلاثة كتب. تسعة أقلام. تسعة عدد أقلام معدود. عشرة كراريس. عشرة عدد كراريس معدود. مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الجمع. خمسة ألواح. خمسة عدد ألواح معدود. سبعة مساطر. سبعة عدد مساطر معدود. مساطر مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الجمع. ستة فصول. ستة عدد فصول معدود. ثمانية شبابيك. ثمانية عدد شبابيك معدود. أربعة سكاكين. أربعة عدد سكاكين معدود. ثمانية بيوت. ثمانية عدد بيوت معدود. تسعة سرور. تسعة عدد سرور معدود. رأيت في ساحة الدار خمسة تلامذة يلعبون. رأيت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل. في ساحة جار ومجرور متعلق بالفعل رأيت. ساحة مضاف، الدار مضاف إليه. خمسة مفعول به بالفعل رأيت وهو مضاف، تلامذة مضاف إليه. يلعبون فعل مضارع والواو فاعل، والجملة في محل جد نعت لتلامذة. التقدير: رأيت في ساحة الدار خمسة تلامذة لاعبين، والواو عائد على نعت. رأيت ستة تلامذة يقرؤون دروسهم أمام معلمهم. رأيت فعل ماض والتاء فاعل. ستة مفعول به مضاف، تلامذة مجرور بالإضافة. يقرؤون فعل مضارع والواو فاعل، والجملة في محل جد نعت لتلامذة. التقدير: رأيت ستة تلامذة قارئين دروسهم أمام معلمهم. دروس مفعول به بالفعل يقرؤون وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جد مضاف إليه. أمام ظرف مكان وهو مضاف، معلم مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل يقرؤون، معلم مضاف، هم مضاف إليه. شربت أربعة فناجين شايا. شربت فعل وفاعل. أربعة مفعول به مضاف، فناجين مضاف إليه. شايا تمييز منصوب. في بلدتنا يوجد سبعة مساجد. في بلدتي جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. بلدتي مضاف نا، ضمير متصل مضاف إليه. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول. سبعة نائب فاعل مضاف، مساجد مضاف إليه. هذا الكتاب يساوي قرشا. هذا اسم إشارة مبتدأ. الكتاب نعت لهذا. يساوي خبر لهذا، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. قرشا تمييز. اشترى أبي فرسا قيمته خمس جنيحات. اشترى فعل ماض، أبي فاعل وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. فرسا مفعول به بالفعل اشترى. قيمة مبتدأ وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. خمس خبر مضاف، جناحات مضاف إليه. والجملة الإسمية في محل نصب نعت لفرسا، والهاء في قيمته عائد على النعت. بكم اشتريت هذا الكتاب يا أخي؟ بعشر مليمات. بحرف جد
الأحكام اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل اشتريت، اشتريت فعل ماض والتاء فاعل، هذا اسم إشارة مفعول به، الكتاب نعت لهذا، يا حرف نداء أخي منادى، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. بعشر جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، التقدير اشتريت بعشر مليمات، عشر مضاف مليمات مضاف إليه. عطشت كثيرا فشربت خمسة فناجين شايا. عطشت فعل ماض والتاء فاعل، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير عطشت عطشا كثيرا، فحرف عطف شربت معطوف على عطشت. خمسة مفعول به بالفعل شربت، وهو مضاف فناجين مضاف إليه، شايا تمييز. واحد وواحد اثنان، واحد مبتدأ وحرف عطف واحد معطوف على واحد، اثنان خبر. اثنان واثنان أربعة، اثنان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وحرف عطف اثنان معطوف على اثنان، أربعة خبر. نمت اليوم كثيرا، نمت فعل وفاعل اليوم ظرف زمان، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير نمت اليوم نوما كثيرا، نمت عشر ساعات. نمت فعل وفاعل عشر ظرف زمان بالفعل نمت، وهو مضاف ساعات مضاف إليه. اشترينا اليوم خمسة أرطال شايا وتسعة أرطال سكرا وشماما وبطيخا. اشترينا فعل ماض نا ضمير متصل في محل رفع فاعل اليوم ظرف زمان خمسة مفعول به، وهو مضاف أرطال مضاف إليه، شايا تمييز. وحرف عطف تسعة أرطال سكرا معطوف على خمسة أرطال شايا، وحرف عطف شماما معطوف على تسعة، وحرف عطف بطيخا معطوف على شماما. قيمة هذا الثور خمس جنيهات، قيمة مبتدأ وهو مضاف هذا مضاف إليه، الثور نعت لهذا. خمس خبر وهو مضاف جنيهات مضاف إليه. اشترينا هذا الديك بثلاثة قروش. اشترينا فعل وفاعل هذا مفعول به، الديك نعت لهذا. دي حرف الجر ثلاثة اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل اشترينا، ثلاثة مضاف قروش مضاف إليه، والله أعلم بالصواب.